والمدينة عبد الوحيد تمار خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية إليزي على ضرورة احترام النمط المعماري الخاص بالمنطقة فيما يخص مشاريع السكن الريفي، مضيفا أن الولاية ستستفيد من كل الأنماط الموجودة على مستوى برنامج وزارة السكن ليمنح للمواطن في الجنوب الحرية في اختيار ما يناسبه. التغطية لعبد المرحب. وحنا جينا نطالعوا على البرامج السكنيه وقطاع السكن، واولا معرفه تقدم الاشغال الوتيره اللي تعرفها الورشات، وكذلك جينا ببرنامج جديد للولايه، البرنامج تاع فخامه رئيس الجمهوريه اللي الولايات الجنوبيه ستستفاد منه في مختلف الانماط. ان شاء الله تعود بالفائده للولايه، وخاصه شفنا السكن الريفي اللي يتلائم مع المنطقه، لكن اكدوا من هذه الولايه ان السكن الريفي والسكنات الاخرى لازم تتلائم مع المحيط السوسيولوجي للمنطقه، وخاصه السكنات اللي شفناها السكن الفردي ب